نور في الظلمات، أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. و باید از میان شما گروهی باشند که مردم را به خیر فرا بخوانند و به کار خوب فرمان دهند و از کار بد باز دارند و چنین کسانی رستگارند. نور في الظلمات، أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.